مبيعات، تمام؟ في ناس في العالم كله بتلم عملات، بتلم العملات العالم كله، صح؟ بتروح عند محامي، بتروح عند دكتور، بتروح عند مش عارف مين، محلات، بتلاقي الازاز مرشق تحت منه ايه، عملات ورقيه ومعدنيه وبتاع، وناس بتلم بالهبل عملات. في زينا وزيكم وزي الناس كلها بتحب تلم عملات وتحبش تبيعها كمان. قال لا يا جماعه، العملات دي، العملات الملاليم والعملات القديمه والعملات البتاع، ما جيت لك ازاي؟ مش من والدك ومن ده ومن ده؟ ما بصش ليك انت، بص 3 4 سنين كمان العملات دي اللي احنا بنقول عليها ب 20 و 30 جنيه هتبقى ب 100 جنيه و 200 جنيه، وهياخدها منك التاجر غصب عنه، اللي مش راضي ياخدها الوقت ب 3 4 جنيه ولا 5 جنيه هياخدها منك، لانه يقدر يصرفها لانه محتاج، لان ناس كتير طبعها منه، صح ولا لا؟ مش موضوعنا، العمله دي فيها اخطاء، تمام؟ ادي الخطا، او الخطا اللي احنا بنقول عليه 2011، وفيها ميول وفيها كلام من ده وقطع انحدار وفيها طمس مش عارف ايه وفيها تاريخ معكوس وفيها عمله معكوسه بتبقى على الوش على الظهر والكلام من ده، مش موضوعنا. بيعمل فلوس اكتر، الوزن بتاعها 8.5 جرام، القطر بتاعها 25 مللي، السمك السمك بتاعها 2.6 مللي، سكه منها حوالي العمله دي 1000 قطعه، بس 1000 قطعه العمله دي. في بيقول لك مش عارف الصك منها مليون، في مش عارف، لا انا ما اعتقد، او العدد المظبوط هو 1000 قطعه، لان هي سقط بالخطا، ممكن تكون اكتر شوية بس هي نادر يعني، تمام؟ العملة دي بتعمل في الكتالوج العالمي من كام يا جماعة؟ العملة دي بتعمل من بالظبط يا جماعة حوالي 85 جنيه و70 قرش، بتوصل لحد 120 جنيه العملة بتاع الفين ده، وبيعها ب 150 جنيه وما يتباعش اقل من كده، وانا بقول لك انا وحسب حالة العملة طبعا، تتباع ب 120 جنيه و150 جنيه العملة بتاعت 2011 قناة السويس، مفيش أقل من كده في الأسعار. دهي بالذات، وأنا بكرر وأقول دهي بالذات ليه؟ لأنها مش موجودة وقليلة خالص، مش هتلاقيها مع بعض يعني، لا مؤاخذة هتلاقي قليلة جدا مع الناس، تمام؟ فبيع بكده زي ما بقول لك كده بالظبط، ما تبيعش إن شاء الله، ما تبيع تسيبها الوقت، لا بتاكل ولا بتشرب، ما بتاكلهاش وتشربها ولا حاجة وتزودها.